مواصفات خاصة لابد من توافرها للسباحة في الفضاء. فريد كابتن طيار أتيحت له الفرصة ليكون أول عربي يصل إلى منطقة انعدام الجاذبية. لهذه الرحلة بالضبط هي ما في ستاندرد محدد يعني. لأنه هو ما راح يعاني من الجيلود، ما راح يعاني من تأثيرات الدفع الصاروخي وما إلى ذلك، فراح يكون راكب جدا عادي يعني، حالة حال أي راكب، مجرد أنه يكون عنده قدرة على أنه صحته عادية وبسيطة، ضغط دمه متوازن ويكون إنسان عادي حال حال أي إنسان ثاني. عوامل الأمن والسلامة تطغى على أي شيء آخر لإنجاح الرحلة السياحية، وهو ما يؤكده ريتشارد برونسون. إن الأمن والسلامة من العوامل الرئيسية لنجاح الرحلة، فتصميم السفينة وعبقرية تنفيذ المركبة ساعد كثيرا على سلامة السفينة. عندما تنطلق السفينة إلى الفضاء وتهبط إلى الأرض، تنقسم الطائرة عن السفينة الانطلاقية، مما يجعل مواصفات هبوط الطائرة مثلها مثل الطائرة العادية. السباحة في الفضاء يراها البعض نوعا من أنواع الرفاهية التي لا لزوم لها، بينما يراها البعض الآخر ضرورية من أجل اقتحام الغامض، وهي جزء من طموح إنساني لا حدود له. اي انا بالنسبه للرحله الفضائيه تعتبر اسراف، ما لها لزوم يعني. هو في تشوق، ولكن الانسان لازم يكون لما يكون عنده مبلغ في هذا المبلغ يساعده في امور اخرى يعني. اكيد لا، لان هذه مخاطره فيها في الفضاء، ويا من فايده البلد اللي انا فيها، وليش اروح الفضاء؟ ما لي مصلحه اروح. والله انا مع الاسف يعني ما احب الطيارات، مو عاد الفضاء يعني. ما بتخيل حيروا على الفضاء؟ انا بالبلد هون عالي مواسع لي وصل فوق، شو يصير فيني يا مؤشرات عديدة تدل على انتعاش سوق السياحة الفضاء في القريب العاجل، إذ أصبح باب الفضاء مفتوحا للجميع على مصراعيه لسياحة جديدة، لكنها ستقتصر على الأغنياء فقط بسبب تكاليفها الباهظة.